5 جويلية في مباراة الدربي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، ومناوشات بالأسلحة البيضاء بين المناصرين، واللي أدت إلى وفاة مناصر ثالث في هذه المباراة. نشوف الصور. ننصح فقط بإبعاد الأطفال وذوي القلوب الرهيفة لأنها صور قاسية نوعا ما. أمين صور مؤسفة جدا محمد، حقيقة انصار شباب في مقتبل العمر. أمين، احنا ندخل في العام الرابع في موسم الاحتراف، ما قدرناش يعني نتهناو من هاد لي فوايو، من هاد اشباه الانصار اللي راهم بيفسدوا كره القدم في الجزائر. نظن انه اشباه الانصار كما هادو ما عندهم حتى علاقه مع كره القدم ولا مع الرياضه. انا شخصيا ما فهمتش علاش جاو الملاعب، ربما الهدف ديالهم الوحيد هو اثاره المشاكل في الملاعب، في الملاعب، واثاره صور كما هذه اللي رانا نشوفوها، ربما تصفيه الحسابات. تصفيه الحسابات. فضيل، نذكر فقط، اسمح لي فضيل، بانه المباراه كانت مقرره اجراءها في ملعب بولوغين، ولاسباب امنيه ولتجنب انزلاقات داوها الملعب 5 جويلية، لكن للاسف رانا نشوفه في الصور كما شاهدناها، صور مؤسفه. شيخ فضيل، فضيل ربما اسمح لي قبل نطرح لك سؤال، ربما نعرف التنظيم الامني في مباراه مثل هذه، يعني وين المناصر يجوز على ثلاث حواجز تاع الشرطه باش يوصل المدرجات، كيفاش نشوف اسلحه بيضاء في المدرجات اليوم؟ والله هذه يعني اسم السؤال هذا مطروح، انا تقريبا عنده 20 سنه ومطرح السؤال، يعني من بدا العنف في الملاعب بالطريقه والسلاح الابيض ويدخل المفرقعات وكل شيء، احنا ما فهمناش يعني رغم المجهودات الكبيره لقوات الامن. هي قوات الامن متواجده بعدد كبير، ولكن في كاين ربما كاين اشخاص يساعدوا هذا الشبان هذا، كاين تواطؤ ودخول ربما من جهات غير مراقبه، وحتى المراقبه يعني في الابواب يعني مش معقول انك تراقب 55 الف شخص، يعني ماتيريالمون سي با فوزابل، مستحيل مستحيل. ولهذا فنشوفوا في لكن الشيء اللي مؤسف في المباراه تاع امس تاع مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، انه ما شفناش قبل صور تاع شجار وقتال ما بين المناصرين تاع الفريقين. انا نظن باول مره، يعني هو ربما هذا الدربي رقم 80 ولا اول مره نشوف انه المناصرين تاع المولوديه والاتحاد اللي هما في الحقيقه من حي واحد توقع مناوشات بالطريقه هذه. ربما ما كانوش بين الاتحاد انصار مولودية فقط، انصار مولودية الجزائر فقط الصور اللي كنا نشوفوا فيها. لا هذه الصور هذه تاع المدرجات اللي فيها مشاكل كل شيء معروفه يعني في كل مره نشوفوها، ولكن في الدربي العاصمي ما عنديش يعني في الذاكره تاعي انه وقعت. امين، تكلمت على تواطؤ من العمال تاع مركب الاولمبي. ربما تواطؤ من العمال، وشفنا حتى لاعب مولودية الجزائر فريد داوود اللي لا سيمان باسي جاز في تريبيونال على جال ادخال شماريخ، التواطؤ حتى من لاعبين. وشفنا كذلك من اشياء كبيره تدخل في تتخبى يعني في الملعب قبل المباراه، شفنا الاكل وشفنا الالعاب الناريه، الاسلحه البيضاء تتخبى كذلك. فضيل، كما يخبيوا لي في ميجان يقدروا يخبيوا الاسلحه البيضاء. هو في الحقيقه الملاعب هذه بصراحه يعني من الصعب التحكم فيها، يعني ماشي يوم المباراه قبل. انا فاهم انت تتكلم على قبل المباراه بليله وليلتين، ولكن نظن يعني هو في الحقيقه هناك ميكانيزمات تبعتها الدول الاخرى للحد من هذا المشكل.